السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم درسنا في مادة اللغة العربية وهي وحدة جديدة، وعنوان درسنا اسمه جزاء الإحسان. جزاء الإحسان، ما عنوان درسنا يا ثاني؟ جزاء الإحسان، يلا بصوت عالي مع بعض، جزاء الإحسان. مس عنوان درسنا بتكون من كلمتان، بتكون من كلمتان. الكلمة الأولى جزاء، جزاء. الكلمة الثانية الإحسان، الإحسان. فأصبح عنوان الدرس جزاء الإحسان، جزاء الإحسان. زي ما تعودنا يا مس دائما إحنا بنقطع عنوان درسنا. يلا كلياتنا نحط سهم يا مس، خلينا نقطع عنوان الدرس، خلينا نقطع عنوان الدرس. يلا مع بعض يا ثاني، يلا تحت عنوان الدرس بس نقطعه. جا زا او، إذا الكلمة الأولى قطعناها جا زا او. يلا الكلمة الثانية يا مس، ال ال إح ساني، ال إح ساني. نعيد مرة ثانية، جا زا او، جا زا او. ال ال إح ساني، ال ال إح ساني. طيب مس راح أسألك سؤال، اللام في كلمة الإحسان لام إيش يا مس؟ أحسنتم يا ثاني، لام قمرية، لام قمرية. يلا مع بعض خلينا نتعود زي ما تعودنا حركاتنا بالتقطيع. يلا يا مس مع بعض يا ثاني، يلا جا زا او، جا زا او، جزاء. شطورين. يلا مس الكلمة الثانية، ال ال، حكينا دائما السكون يا مس ضعيف، بحب الحرف اللي قبله. يلا ال إح إح ساني، كمان مرة، ال إح ساني. فأصبحت الإحساني. إذا عنوان درسنا يا مس جزاء الإحساني، فهي أصبحت جزاء الإحساني. إذا عنوان درسنا يا مس جزاء الإحساني، يا ريت يا مس نكتبها بخط مرتب تحت عنوان الدرس. طيب يا مس، إذا إحنا عرفنا عنوان درسنا بيتكون من كلمتين اللي هم جزاء الإحساني، وحللنا عنوان الدرس إلى مقاطع وحروف. طيب يا مس خلينا نتعرف إيش معنى جزاء الإحساني؟ ما معنى جزاء الإحساني؟ مس جزاء الإحسان معناتها مساعدة الآخرين. إذا ما معنى جزاء الإحسان يا ثاني؟ معناتها مساعدة الآخرين. إذا نكتب هون يا مس مساعدة الآخرين، مساعدة الآخرين، أو ممكن نحكي يا مس رد الجميل، رد الجميل. إذا معناتها إنه أنا بساعد الآخرين، وإذا أنا ساعدت الآخرين ممكن يوم أنا أحتاج يا مس إلى مساعدة، فأنا اللي ساعدته يرد لي هذا الجميل، يرد لي هذا الإحسان في موقف معين. مس يعني كيف مثلا؟ رح أعطيك مثلا مثال على جزاء الإحسان. لنفرض يا مس عندنا أنت وزميلك، أنت مثلا مساعدة زميل إلك بالصف، أو حتى مثلا عندك في البيت جيرانك أي إشي، مس أنت مثلا ساعدته، هو احتاج إلى مساعدة. مثلا خلينا إحنا نركز على مثلا زميلك بالصف، ممكن أنت مثلا زميلك مثلا اعتاز إلى إنك تفهمه لمسألة معينة هو ما كان فاهمها، فأجيت أنت يا مس ساعدته وفهمته إياها. في يوم من الأيام ممكن أنت تعتاز إلى مساعدة،
بشتى الأنواع، مش شرط يعني في مثلا في الدراسة، تكون أنت بعازة أو محتاج إلى مساعدة، بيجي زميلك يا مس إيش بيساعدك، فهو رد جميل، رد جميلك إنك أنت في يوم من الأيام يا مس ساعدته، ساعدت زميلك، فهو رد إيش يا مس؟ رد جميل أو رد الإحسان اللي أنت في يوم من الأيام ساعدته فيه. كمان يا مس إن مثلا الزكاة، هسا نيجي احنا مثلا هسا احنا في جايين على موسم الشتاء، مثلا يا مس ممكن انا اتبرع في ملابس، مثلا انا مش بعازتها طبعا، بمساعدة ماما جديدة طبعا بتكون هي، بس صغيرة علي انا مش بعازتها، او انا ما راح البسها واحنا بالبيت مش بعازتها، ممكن احنا يا مس نتبرع فيها، فهي اسمها يا مس مساعدة. فهون انت ايش رد الجميل اللي راح يجيك يا مس؟ رد الجميل انه انت ربنا يعني راح يحط لك اجر وثواب عظيم، اما ربنا راح يرد لك اياه في الدنيا او في الاخرة، زي بناء جامع، بس هسه اللي ببنوا جوامع كيف رد الجميل له؟ طب هو بنى جامع، ايش رد الجميل له؟ انه ربنا سبحانه وتعالى يا مس اما بكافئه في الدنيا، بكافئه في الدنيا او بكافئه في الاخره، له الاجر والثواب. كمان يا مس مساعده ماما في البيت، هذا كمان يعتبر نوع من انواع الاحسان، انك انت بترد جميل لماما، هي حملت فيك وربتك، صح ولا لا يا مس؟ وكبرتك، فانت كيف بترد الجميل لماما؟ برد الجميل لماما بانه انا بساعدها في البيت، بسمع كلامها، صح ولا لا يا ثاني؟ احسنتم ثاني، شطورين رائعين. طيب يا مس عندي انا راح اقرا الدرس، انت مس يا ريت تفتح لي على صفحة 39، تتفرج يا مس انت على الصور، علشان هسه لما بنبلش نتحدث يا مس نعرف احنا عن ايش بنحكي، شو كل صورة على ماذا تتحدث. يلا يا سفياني افتح على صفحة 39، فرج لي على الصور، انا يا مس راح اقرا عليك النص، راح اقرا عليك يا مس نص الدرس. يلا انت تفرج لي يا مس على كتابك على صفحة 39. جزاء الإحسان، جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب، شاهدت نملة صغيرة سقطت في الماء، حملت الحمامة غصنا بمنقارها، مدت الغصن إلى النملة فتعلقت النملة به ونجت من الغرق. وفي أحد الأيام شاهدت النملة صيادا، وجه الصياد بندقيته إلى الحمامة، قالت النملة: لقد أنقذتني الحمامة، يجب أن أساعدها الآن. قرصت النملة الصياد في رجله، فانحرفت بندقية الصيد ونجت الحمامة. إذا يا مس درسنا أو الصور عندنا هون بتتحدث عن إيش يا مس؟ عن حمامة ونملة وصياد، يعني الأحداث بتدور يا مس بين الحمامة والنملة والصياد، أن في يوم من الأيام كانت نملة عطشة فاقتربت من النبع، فسقطت في النبع، فشاهدتها مين يا مس؟ فشاهدتها حمامة، فاقتربت هذه الحمامة من النملة لتساعدها. كيف ساعدتها هي؟ بس ما إلها إيدين تمسك النملة، لديها منقار، ففكرت الحمامة فجاءت بغصن طويل ومدته إلى النملة، فتعلقت النملة بمين يا مس؟ بالغصن، وأخرجتها من الماء. إذا هيك الحمامة إيش أحسنت إلى النملة؟ بإنه أنقذت حياتها، أنقذت يا مس حياتها. نيجي هون على الصورة الثالثة، طلع على الصورة مس الثالثة. الصورة الثالثة هون شاهدت النملة الحمامة اللي أنقذتها في يوم من الأيام إنه صياد رح يصطادها، يعني رح يقتلها. فإيش حكت النملة؟ هاي الحمامة اللي مرة أنقذتني، فأنا لازم يجب أن أساعدها.
شوف كيف ردت الجميل للحمامة. أجت النملة قرصت الصياد في رجله، قرصت الصياد في رجله فانحرفت البندقية، يعني هو كان بيصطادها لما قرصته حس الصياد في قرصة اتوجع طبعا، فإيش يا مس؟ رفع البندقية لفوق، يعني غير اتجاه البندقية عن الحمامة، فحست الحمامة، فإيش عملت الحمامة؟ طارت وابتعدت إلى مكان آخر بعيد عن الصياد علشان ما يصطادها. إذا مس صور الدرس نعيد مرة ثانية. ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ نشاهد في الصورة الأولى جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب، جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب. ماذا شاهدت؟ شاهدت نملة سقطت في الماء، فحبت إنها إيش يا مس؟ تساعدها، فحبت إنها تساعدها، فجاءت بغصن طويل، غصن مدته إلى النملة فتعلقت به. ماذا نشاهد في الصورة الثالثة؟ نشاهد في الصورة الثالثة قرصت النملة الصياد فانحرفت بندقية الصيد، فانحرفت بندقية الصيد، لهيك عندنا طارت الحمامة. إذا النملة يا مس ردت الجميل، ردت الجميل يا ثاني للحمامة في يوم إنها هي ساعدتها، فردت الجميل لمين؟ للحمامة، من إنه ما يصطادها يا مس الصياد. بس هيك إحنا بنكون خلصنا درسنا الأول من جزائر الإحسان اللي هي حصة الاستماع والمحادثة. مس نرد نعيد تقطيع درسنا يلا مع بعض. جاء زاؤوا، جزاؤوا، يلا مس بالحركات يلا. الإحساني، الإحساني. إذا درسنا يا مس جزاء الإحسان، جزاء الإحسان أي مساعدة الآخرين ورد الجميل لمين يا مس؟ اللي بيساعدنا. طبعا كل هذا يمس له أجر وثواب، إما في الدنيا ربنا بكافئك فيه في الدنيا أو بكافئك فيه بالآخرة. مس رح أعطيك واجب على دفترك التدريبات، على دفترك يمس التدريبات، اكتب لي يمس مثال أنت من عندك على جزاء الإحسان، يعني أي موقف صار معك أنت عملته لحدا ورد الجميل إلك، يعني ورجع مثلا هو رد ساعدك. مس هذا واجب معك، يعني بدي مثال من عندك، مثال يا مس عن جزاء الإحسان. إذا الواجب مس في عندك واجب، بدي مثال على جزاء الإحسان. مس هذا بتكتب لي إياه على دفترك، إيش يا مس؟ بتكتب لي إياه على دفتر التدريبات. إذا بدي مثال على جزاء الإحسان يا ثاني، وهيك يا مس يعطيكم ألف عافية يا ثاني، وياريت نلتزم يا مس بواجباتنا ونحفظ تقطيع درسنا، ويعطيكم ألف عافية يا ثاني.